ازاي تعمل بار زي كده؟ فادوب الستريتر، خليك معي. فتفتح البرنامج وتعمل دايرة، وبعدين من الانكر بوينت دي وتعمل شكل الورقة، وبعدين تعمل لها كوبي والبلندنج اوبشن اللي شرحناه في كذا مرة، وبعدين تعمل لها كوبي فيرتيكلي وتعمل لها ريفلكت وهكذا، وتمشي خطوات معايا واحدة واحدة زي ما انا برسم هذه الورقة. اوكي، وبعدين تعمل لها اكسباند، وبعدين تخش على البرش وتعمل ارت برش وسكيل بروبورشنالي وهيو شيفت، وتعمل لها اوكي او تمشي خطوه خطوه وبس كده. البرش بقت معاك. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش اللايك.